بالنسبة للعقوبات يمكن القول أن العقوبات كانت متوسطة جدا، لأن التجارة في البشر في مواجهة مرأة حامل تحصل عقوبة 63 سنة. المحكمة النيابة العامة ما تبعتش المتهم لا بالتجار في البشر في مواجهة مرأة حامل ولا فيما يتعلق بالتجار الناتج عنه تعذيب، وبالتالي كان العقوبة ممكن تستثنى السجن المؤبد حتى 30 سنة. العقوبة كانت متوسطة على العموم بصدق، نحن راضون على العقوبة، الحكم نعتبره عادلا جدا وإن كان ما نصفناش إلى حد كبير. فيما يتعلق بالتعويضات تم رفعها، بحيث تم منح الضحية أسماء حلاوي 800,000 درهم، سارة المرس 500,000 درهم، الحروري وخلود الجبيري تم منحهم 400,000 درهم و 150,000 درهم على باقي الضحايا. الحكم كان منصف لنا، لأن كما في على مستوى قرار غرفة الجنايات الابتدائية تم تبرئة المتهم بالتجارة في البشر في مجموعة من الضحايا. الآن الحكم صح، القرار ديال الجناية السيناريو صحها الوضع وقرر إدانة المتهم حتى بالنسبة لباقي الضحايا الذي برئ منهم بعشرين في المرحلة الابتدائية. على العموم الضحايا الآن يمكن لهم يناموا براحة وبهدوء وطمأنينة، لأن حقهم قد وصل. يمكننا نقول الآن حصحص الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهقا.